يجب أن نتصلح بالكفاح أمام هؤلاء الكفرة. هذه المبادئ التي نشروها في بلادنا العربية وغير العربية كلها مبادئ كافرة، يجب أن تزال وتقلع جذورها. الشيوعيون من هم؟ عبيد ماركس. ماركس من؟ رجل يهودي. البعثيون عبيد من؟ عبيد عفلق. وعفلق من؟ رجل مسيحي. والقوميون من؟ عبيد حكم دروزة. وحكم دروزة رجل مسيحي أيضا. والديمقراطيون، الديمقراطية يعني حكم الإنسان في قبال حكم الله، في الإسلام حكم الله مو حكم الإنسان. الديمقراطيون عبيد من؟ عبيد ديمقراطيس. ديمقراطيس رجل ملحد غربي قبل 2000 سنة. الوجوديون عبيد من؟ عبيد سارتر فرنسي. سارتر من؟ رجل يهودي. فكل هذه المبادئ يجب أن تحطم ويجب أن تزال ويجب أن تقلع جذورها. القومية باطلة والشيوعية باطلة والبعثية باطلة والوجودية باطلة والديمقراطية باطلة، وكل هذه الحدود المصطنعة باطلة. نحن عندنا شورى إسلامي لا أكثر ولا أقل، وهذا عربي وهذا عجمي وهذا تركي وهذا هندي، كلها باطل. كلنا مسلمون نحن، وبلدنا بلد الإسلام. الحدود المكذوبة كلها من صنع الاستعمار وصنع الكفرة وصنع الغربيين والشرقيين. يجب عليكم وعلينا جميعا أن نعيد هذه الحكومة الواحدة الإسلامية الإلهية. يجب أن تتحلوا بسعة الصدر. الإمام أمير المؤمنين في نهج البلاغة يقول: آلة الرئاسة سعة الصدر، تحمل المشاق، الصبر، الحلم، جمع الكلمة، الكفاح باللسان، باليد، بالقلم، بالعلم، بالطاقات، بالسلاح، بالمال، بكل شيء.